إيرباص 320 تحتوي على 8 مخارج للطوارئ. يوجد بابان أماميان وبابان خلفيان وأربعة مخارج في وسط الطائرة. تجرى حالياً الإشارة إلى هذه المخارج. أضواء الطوارئ التي تشيركم خارج موجودة فوق أبواب مخارج الطوارئ، كما توجد علامات أيضاً على امتداد أرضية الممرات. تربط أحزمة مقاعدكم وتشد وتحام أيضاً حسب ما يبينه لكم أفراد الطاقم. في حالة انخفاض الضغط داخل الطائرة، تتدلى تلقائياً أقنعة من فوق رؤوسكم. إذا حدث ذلك، على كل راكب أن يسحب أقرب قناع إليه، وعندئذ يبدأ انطلاق الأكسجين. ضع القناع على الوجه بحيث يغطي الأنف والفم. عدل طوق القناع وتنفس كالمعتاد. من المهم أن يعتني كل شخص بنفسه أولاً قبل أن يساعد طفله. نشكركم على انتباهكم لنا. ستجد سترة أقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا.
سي تورتيكر.
Thank you.